أسباب ضياع الشباب والفتيات أصدقاء السوء، سبب رئيسي جدا، سبب قوي جدا لفساد الشباب والفتيات. وأضرب لكم واقع مر، تجد أن الآباء قد اجتهدوا على تربية أبنائهم وبناتهم في البلدان في الولايات، اجتهدوا ما استطاعوا في تربيتهم على الصلاح، أدخلوهم مدارس القرآن، تحفيظ القرآن ودورات وغير ذلك. ما أن يكبر هذا الابن أو تلك الفتاة وتنخرط في السلك الجامعي وتبتعد ويبتعد هذا عن محيط الأسرة الآمن، إذا به يحتك بمن؟ أصدقاء السوء، أصدقاء السوء. فالذي يحصل إيش؟ سيقاوم في البداية، تجد مقاوم للمغريات، مقاوم للشهوات، ولكن ما أن يلبث إلا وينهار، وتنهار تلك أمام تلك المغريات الموجودة والمنتشرة في المحيط الذي كان يجب أن يكون محيطا أكاديميا إيمانيا يحفظ أعراض الشباب والفتيات، ولكنه أصبح كأنه مكان اجتماع الضالين والمضلات. فإذا من أكبر وأهم وركائز الفساد التعرف على أصدقاء السوء. وكم من القصص المؤلمة التي حدثت بسبب أصدقاء السوء.